يا ترى ايه حكاية المشروع الضخم اللي مصر وتركيا بيخططوا لتنفيذه، وازاي ممكن يأثر على حركة التجارة بين القاهرة وأنقرة، وايه العوائد الاقتصادية المتوقعة للمشروع ده؟ بانكير، نبض البنوك. في الأيام الأخيرة بتدرس مصر وتركيا إمكانية عودة العمل باتفاقية خط الرورو لتسهيل حركة التجارة بين البلدين خلال الفترة الجاية، وده بعد توقف المشروع من سنة 2015 ولحد دلوقتي. وفقا لمصادر بانكير، تم تطرق لإمكانية عودة العمل بالاتفاقية مع الجانب التركي ده خلال الزيارة الحالية واللي بيجريها وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير لعاصمة تركيا أنقرة، فأول زيارة لوزير التجارة والصناعة لتركيا من 10 سنين. وحاليا في توافق مصري تركي على ضرورة تسريع خطوات تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وبتخطط الحكومة المصرية وتركيا للوصول بحجم التجارة الثنائية ل 15 مليار دولار خلال 5 سنين، مقابل 10 مليار دولار قيمة التجارة بين البلدين في الفترة الحالية. وشهدت المباحثات المصرية التركية بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، وكمان تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة قريبا لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين. وكلمة الرورو اختصار لجملة رولون رولوف، ودي نمط من أنماط نقل البضائع، وهي عبارة عن خط ملاحي لتصدير المنتجات من بلد لبلد آخر على شحنات تنقلها عبارات بين أقرب المواني على البحر المتوسط، وبعدها بتكمل طريقها برا لميناء آخر على البحر الأحمر، وتنقل بعدها الشحنات بعبارات مرة أخرى لموانئ السعودية ومنها برا لباقي دول الخليج والعكس. وبدأ العمل بالخط الملاحي من مينائي ميرسن واسكندرونة التركيين إلى مينائي دمياط وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط في أبريل 2012، بهدف نقل البضائع بأسطول شحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية إلى الموانئ المصرية، وبعدها تسيير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصرية على البحر الأحمر لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج. وبيصل حجم الاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصرية حاليا حوالي 2 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة المشروعات اللي بينفذها المقاولين الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار. كان معكم مصطفى إبراهيم من بانكير. بانكير، نبض البنوك.